أساسي لازم استثماره. من قبل قسطنطين بسنة 300. وأكيد رح نحكي عنه هذا وقت لما نوصل على تغلب المسيحية. صحيح. أبونا فإذن تسع اضطهادات. وغير الرومان شو كان في أعداد؟ غير الرومان ما لا يحصى ولا تعد خارج حدود الأمبراطورية. ما في أعداد. نقدر نعرف. منعرف أنه كنيسة المشرق دفعت كتير ثمن. كنيسة أرمينيا دفعت ثمن كتير. كنيسة بلاد ما بين النهرين قد ما بدك. بس هودي بدها دراسات. في بعض الكتب، في بعض الدراسات بلشت تنزل على يعني للقراء، لكن بدك وثائق أولية. ما بس قصة تكهنات وهيك من باب العاطفة. بس لابد من أنه على كل هيدا كل كنيسة تحاول تدرس تاريخ. نحن نحب نقول للإخوة أنه صحيح كانوا تسع اضطهادات، بس على كم سنة وكم قرن هول التسع اضطهادات؟ برجع بقول اضطهادات قانونية مش كل يوم، يعني موسمية. بس على يعني بلشنا من القرن الأول وانتهينا سنة 305، يعني بداية القرن الرابع. على مدى ثلاث قرون مستمرة هودي هالتسع اضطهادات موزعين على أباطرة الرومان أو قسم منه. أبونا في سؤال، حتى برسائل بولس أو تيموثاوس كانوا يحترموا الحكام، ومعروف عن المسيحيين احترامهم للآخر ومحبتهم لأله. يعني حتى حضرتك كاتب هون إلى حكامنا وأمرائنا أعطيه رب الصحة، رغم كل هالشيء كان كمان يصير في اضطهادات، رغم أنه عم بتقدم محبتك للحاكم. سبق وقلنا موريس أنه هالمسيحيين بلشوا يعيشوا بعالم ما بيفهمهم. نعم. ما عارفينهم. اليوم بتضطهد إنسان لأنك ما لأنك بتجهله، ما بتعرف ليش، لأنه يمكن بيغيظك مسلكه، يمكن مش عم تقدر تفهم قديش وصل هو من النضج والرقي والمحبة يلي موجودة بقلبه وانعكاس الإله فيه. لهالسبب أنت بترفضه، ولهالسبب بصير في اضطهاد. لكن لما بتعرف المسيحيين مزبوط، وبتعرف صلواتهم، وبتعرف نواياهم مثل ما بيصرحوا فيها، ما بتعود تبغض المسيحي. بالعكس بتصير تعرف أنه هيدا خيك، بتصير تعرف أنه بيحامي عنك، وبتعرف أنه بيحترم لك حقوقك. مثل ما بيحترم حقوق الإله فيك. ولهالسبب يلي عم بينادي بالمحبة والغفران، كيف أنت فيك ترفضه؟ بقى هوني لو كان العالم الروماني يلي كان عنده غير معطيات، غير معطيات لرفض المسيحية، برجع بقول قبل ما أنت إلا جاوبك على سؤالك، اليوم أنا قناعتي وصلت لأقول أنه الاضطهادات وصراع يلي بيسموه صراع بين الأديان، هيدا منه صراع، مغلف بصراع الأديان. الصراع الأساسي صراع اقتصادي مغلفينه بأمور بتتعلق بالدين. ما بتتناقر أنت وجارك لأجل انتماء الديني لو كان مختلف عنك، بتتناقر أنت وياه إذا أخذ لك برزقتك، إذا كان عطل لك عملك وفلسك ساعتها بتنقهر له. بس إذا كان من غير ديانة شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ واحد بديانته الله بعينه وتطلع مثل هيك يعني. بقى لما بتسمع أنه في حروب الديانات، هيدا مش مزبوط، مش مزبوط. فتش عن العامل الاقتصادي من خلال هالتصرف، ساعتها بتلاقي السبب يلي بينعكس على السياسة، بينعكس على الاجتماع، بينعكس على العدد، بس بكل الحالات بينعكس على الأمور الاقتصادية يلي بيعيش منها الإنسان. لكن ما في شيء بيلهب الآخر والشعوب إلا الأشياء الدينية. ولهالسبب هيدي كانت تحمسهم وين يفكروا أنه هيك مزبوط وعم نعيشها مؤخر، إن كان بحرب اللي حصلت في لبنان أو بأي حرب في العالم، يلي بيستعملوا الدين كمطية ليقدروا يوصلوا إلى غايات مش دينية. على كل حال رح نحكي عن هالموضوع أكتر بالحرب الصليبية كمان، الأمور الاقتصادية. صحيح جدا. بتبين الحقيقة واضحة ساعتها. صحيح جدا. نعم. العبرة أنه جايين يحرروا الأراضي المقدسة يلي مشي عليها المسيح، والقبر القبر المسيح الفارغ. أم كرمال كنوز الشرق. أما كرمال كنوز الشرق وإمارات الشرق ومصالحهم وإكفاء فقرهم يلي كانت أوروبا عايشة بالفقر بهداك الوقت. أبونا هل كان في إكرام للشهداء؟ وشو فينا نحكي عن روحانية الشهادة عند المسيحيين؟ أول ضمن الاضطهادات الآن بعدنا بالاضطهادات. بالحقيقة أول
عبادة، سميها عبادة. نعم. أول صلوات، أول إكرام بده ينشأ عند المسيحيين هو عدم فهم وتقدير الكبير للشيء اللي بيعمله الشهيد. نعم. أنك تعيش مسيحي وتموت موت طبيعي هيدا ما عادي جدا، بس أنك أنت بعز الشباب وبعز المجد البشري ضحي بهالشي كرمال إيمانك بيسوع المسيح، هيدا كنت يلاقي الشهيد إكرام ما بعده إكرام من قبل المسيحيين. نعم. ويخدوا مثال، بعد ما في قديسين، بعد ما وصلنا لمرحلة أنه في قديسين عدا الرسل. نعم. بس أكتريتهم راحوا شهداء، يلي أثر هو انتمائهم وهو قبولهم بالشهادة. هيدا كان أكتر شيء يخربط مقاييس البشر وبخاصة المسيحي. وهلأ لليوم بتشوف حضارات بزتوا حالهم للموت، هيدا شيء مهم أنك تعرف أنه في قضية معينة محقة، ويشوفوا بها الشهيد أنه هيدا قضيته محقة، عم بيموت كرمال الحقيقة، ماشي خلف يسوع المسيح يلي هو موت البريء. نعم. بس الفرق انه بموته ما عم بيأذي حدا، يعني بموته ما عم بيأذي حدا، لا بيفكروا انه نرتاحوا منه. نعم. لكن اجا ترتوليانو سئلهم يا حكم روماني طولوا بالكم، انتم بتفكروا عم تقضوا على المسيحيه بانكم تضطهدوها، انتم عم بتزيدوا قوته. دماء الشهداء بزار المسيحيه. حلو. دماء الشهداء بزار المسيحيه، كل ما اضطهدتوا كل ما زاد عدد المسيحية. نعم. إذا بدكم ما يصير في مسيحية ما تضطهدوه. حلوة. ما هون ساعتها ننتقل إلى الجانب الداخلي، مثل ما قلت لك. نعم. أنه الاضطهاد الحقيقي هو بالداخل. نعم. مش من الخارج، الخارج بيعطي قيمة أكثر. نعم. للكنيسة. فإذا إكرام الشهداء كيف تجلى عمليا؟ شايف؟ نعم. هالجماعة كانوا يصلوا لما صار في كنايس، بنيان عمران لكنايس. نعم. كانوا يوضعوا ذخيرة. نعم. الشهيد تحت المذبح. نعم. انتبهت كيف؟ بدنا نقدس تحت المذبح وتحت القرابين في ذخيرة الشهيد. نعم. هيدا المكان الأهم جدا بالقداس، قدس الأقداس. شوف دخلوا الشهيد. نعم. وجسد الشهيد وجثمان الشهيد إلى أنه يقدروا يكرموه بامتياز. نعم. حتى بتشوف مثلاً بالكنيس الأوروبية هيدي موجودة عندهم بشكل أساسي. عندنا نحن بالشرق ما بقى عندنا ذخائر للقديسين منظورة. كيف بنعمل؟ لأنه الذبيحة لا تقوم إلا على ذخائر القديسين. بكل مذبح من مذابحنا إذا بتنتبه في عندنا قطعة خشبية مكرسة بامتياز، هاي بنسميها التبليط. نعم. عارف فيها؟ نعم. بنحط عليها الكاس والقرابين لما بنكون بدنا نقدس على المذبح، إذا ما كان في عندنا ذخائر القديسين تحت المذبح. بالكتاكومب، يعني بالمقابر اللي كانت تحت الأرض. نعم. بتبرم المقابر كلها، ولما بتوصل لمكان في مذبح بالنص تأكد أنه هون كانوا يكرموا هالمذبح، أهم شيء كان عندهم يموت يلي كان هو الشهيد. أول إكرام للمسيحيين كان بالنسبة للشهادة. نعم. لأنه كتير جمعهم مع بعضهم وكان يغزيلهم القضية. نعم. أبونا، هل من ضمن إكرام الشهيد أنك تسمي مولودك على اسمه؟ كان في منا من قبل هاي ولا ما كان؟ هلا التسميات هون دخلنا بغير ميدان. نعم. بالحقيقة يعني وما بس هل تعني من ضمن الإكرام ولا ما إلها؟ اليوم إيه؟ اليوم إيه بس كان متبعة بال هلا قبل ما عندي معلومات. نعم. تقدر جاوب على هالشي إذا كان. نعم. التسميات هلأ بضمن الحكم الروماني مثل ما سبق يمكن وقلت لك. نعم. أنه الرومان كانوا يسموا بالأرقام أولادهم. نعم. يعني الولد الأول البريمو الأول. آه كرقم سجندو الثاني بالأرقام يسموا أولادهم ويعطوا اسم ثاني بس تيعرفوه يميزون عن بعضهم. وفي أوكتافيوس الثامن. نعم. أوكتافو ثمانية. هلأ بهالتسميات هيدي لاحقاً بالمجتمع المسيحي بدهم يصيروا تيمناً بهذا أو ذاك أو تلك. نعم. من القديسين والشهداء والقديسات يسموا الأسماء على اسمهم، وهيدي لاحقاً بدها تصير بفتكر أنا مش. نعم. بأول عهد المسيحية. نعم.
أبونا الاضطهادات حضرتك كاتب عنها هون بشكل مفصل، يعني لو أنه نحن نعرفها، في أخوة كثير بيحبوا يعرفوا كل اضطهاد أي سنة. حضرتك كاتب اضطهاد رومان الأول سنة كذا على عهد كذا، يا ريت فيك كمان تقلنا إياهن مشان الأخوة يعرفون. طيب هلأ قلنا في 9 اضطهادات، نعم مش هيك؟ هلأ في اضطهاد بنسميه الاضطهاد الأول زمناً، نعم، ويلي هو أول اضطهاد قانوني، نعم مش هيك؟ على أيام نيرون، نيرون الأمبراطور الروماني يلي بحسب المعلومات التاريخية كان شوي مريض، يعني عنده شيء بارانوياك، اشياء نفسية، يفكر حاله هو شاعر عصره وهو ما عندهش هالموهبة، عرفت كيف؟ بقى هلأ نية قصة اتهام المسيحيين بأنهم هن سببوا حريق روما، شكل العامل السبب الأساسي على أنه يقوم يضطهد فيهم، عرفت كيف؟ بس يمكن قلنا بغير حلقة وبرجع منكرر هلأ، إذا سألتني عن شو سبب الاضطهاد الأول، هيدا أنه المسيحيين حرقوا روما، هيدا اتهام، نعم، بس منه مثبت علميا. دراسات الأخيرة، لأنه في دايما دراسات حول حريق روما بهم كتار من البحاثة ومن العلماء، الدراسات الأخيرة بتقول أنه نيرون ما كان بروما بوقت اللي صارت الحريقة، نعم، كان عم يرتاح بأوستيا، يعني على البحر قريب من روما، نعم. الحريق صار بالحي اليهودي بالترستيفري، نعم، يعني المنطقة المكتظة بالسكان يلي صار فيها مسيحيين أولين، نعم، وبيعيش فيها المسيحيين الأول الفقراء ومن طبقة دونية خاصة من طبقة العبيد، نعم. التحليل الأخير بيقول أنه قد يكون أحد العمال العبيد اللي فايت على بيته تخشيبته حتى يطبخ ويحضر أكلاته بعد تعب معين، وسائل الطبخ بهذيك الوقت والتدفئة والإنارة مختلفة، نعم، بيسوى يكون صار في حادث من هالنوع وهب الحريق، كان يشعلوا بالزيت ويشوفوا، كانت طريقة يعني بدائية. مسيء بأنه هالحريق صار كان قريب من قصر نيرون، نعم، بقى هن يلي احترقوا ولحق شوي قصر نيرون وجنينته من هالحريق، بيودوا على جناح السرعة رسول حتى يرجع يخبر نيرون، وبيجي نيرون وبيهرب اللي بيهربوا من كنوز هال، نعم، البيت القصر يلي عنده. هلأ نية مين بده يدفع ضريبة هالحريقة؟ ما كان بعد وارد أنهم يفتشوا عن المسيحية. هون بتدخل على الخط امرأة نيرون الثانية يلي كانت من أصل يهودي، وكمان حسب التحليل لأنه ما عندك إثباتات، بيقولوا أنه قد يكون حتى يخفف ويرقد الرأي العام الروماني أنه على عهدك صار في حريقة، طب مين عملها؟ بده يكون في حدا، مع أنه هي كانت اليوم بالأبحاث تقول أنه غير مفتاح عليه من ناحية الصدفة، بيصير في كتير أمور حوادث تحصل بالصدفة، ما بيكون في نية إساءة من خلف من خلفها، وبالتالي أنه حتى يرقدوا الرأي العام الروماني الثائر يلي بده يقوم يطلب محاسبة من الحاكم يلي كان نيرون، لقيوا طريقة أنه هودي جماعة المسيحيين، نعم، بلشوا يعملوا شغب وإلى آخره. هاي كانت أي سنة؟ هاي صارت سنة 64. 64 حط حضرتك، يعني بده يروح، نعم، مربطرس فيها ويكمشوا مربولوس، وهودي كانوا عواميد الكنيسة، ولهالسبب هالكنيسة الرومانية الأولى بدها، نعم، تنبنى على شهادة بطرس وبولس الدموية قبل ما تنبنى على شهادة المسلك. حضرتك حاطط 18-19 تموز، ليلة 18، نعم، هذا التاريخ تاريخ مثبت، نعم، علميا، نعم. وبعدين ما تنسى أنه تموز روما، إذا صح لك تعيش لك شوي بروما تعرف أنه بالصيف ما فيك تعيش بروما، قد ما في رطوبة وقد ما في حر، نعم، يعني ما بدك كتير حتى يصير في حريقة ببناء ذاك الزمان الخشبي والأشياء الأقمشة، نعم. الاضطهاد الثاني، هلأ الاضطهاد الثاني بالحقيقة بده يصير بعد فترة، يعني بعد تقريبا شي 20 سنة، على أيام الأمبراطور دوميسيان، نعم، دوميسيانوس.
هون كانت الكنيسة انتشرت، يعني ما لم يقضي عليها الاضطهاد الأول. نعم. صحيح راح بطرس وبولس شهداء، لكن بعد في في بعض منهم استلموا كمان، لأنه الكنيسة برجع بقول لك مش ملك البشر. نعم. ولنا حزب، إذا راح رئيس الحزب فرطت الأمور. هاي الكنيسة دعوة من السماء، ربنا بيودي أشخاص في الوقت المناسب حتى هن يقوموا بالواجب. بقى هل الاضطهاد هيدا بده يصير بسنة تقريبا سنة 92؟ خاصة لما بعض العائلات الرومانية، عائلات الأشراف، لأنه إذا كان بالفترة الأولى من قسم من حياة المسيحية دخل على المسيحية أشخاص من طبقات دونية كانوا يفترضوا بالمسيحية أنه بتحررهم، وخاصة طبقة العبيد أو طبقة الناس يلي لا يعتبرون بمنظار الناس، شافوا بالمسيح أنه هو المحرر. تبهت كيف؟ وفي مساواة وفي تضامن وفي أخوة وفي معالجة للفقر. بقى هون بنهاية المية سنة، سنة 92، كان بعده مريحنا عايش الرسول يوحنا، يعني كتب الإنجيل، اللي كتب الإنجيل وكتب الرؤيا والرسائل، شايف أنه في عائلات، أقله ثلاث عائلات، مش عائلة بي وأم وولاد، يعني عائلة القبيلة، انتسبت للمسيحية لأنه شافت فيها أنه هيدي غير شكل. هل يمكن يكون عندهم غير معطيات بمواجهة هذا أو ذاك من المتسلطين أو الأباطرة؟ من هالعائلات عائلة بومبونية وعائلة أشيلية وعائلة فلافية، هودي كانوا وثنية، أعلنوا إيمانهم المسيحي. شو بتستنظر ردة الفعل؟ أنه اتهمون أنه هودي هرطقة. هرطقة كيف؟ هرطقة ضد الوثنية، لأنه كلمة هرطقة فيك تكون هرطوقي، كل واحد هرطوقي بالنسبة للدياني اللي مش دياني. نعم. وكانت أسهل تهمة وقتها، وكانت أسهل شيء. بقى بدهم يدفعوا ضريبتها، وبده يكون في اضطهاد لكل شخص روماني بلش يحسوا عليه أنه هو كمان صار ميال إلى المسيحية. نعم. ولأنه بصير ميال للمسيحية بصير ما يمشي الاقتصاد الروماني اللي كان مبني على الأسباب يلي ذكرناها. وإذا عيل مهمة أكل الاقتصاد، وإذا عيل مهمة شريفة كبيرة معناتها هودي من طبقة غير شكل، يعني بصيروا مثال لغيرهم. راحت المصاري للمسيحيين، راحت المصلحة. نعم. وبالتالي بده يهز عرش الأمبراطورية، ومن وقتها بلش يهز إلى أنه بده يدفع الثمن لغاية بداية القرن الرابع. نعم. هيدا بالنسبة للاضطهاد الثاني. نعم. أبونا نحن خلص معنا الوقت لليوم. ياي. بدنا نتابع أكيد بحلقة الجاي الاضطهاد الثالث الرابع وصولا إلى التاسع، وتغلب المسيحية على تحديدا. بدنا نحكي كمان بحلقة الجاي طبعا كل اضطهاد من أي سنة لأي سنة، هذا كتير مفرح وندخل للناس بتفاصيل. أكيد أكيد، وهذا الأمر مفرح للناس اللي حابة تعرف. لأنه من ضمن هيدي القصص رح ينحكى كمان عن يمكن شهداء معروفين، اسم معروف يمرق ما يكون عارفين الناس انه بهذا الاضطهاد. رح نكمل تفصيليا مع الاضطهادات بالحلقه الجايه طبعا، واذا ضل معنا وقت كمان بدنا نفتح الباب على كيف تغلبت المسيحيه على الوثنية مع قسطنطين، وهيدي الامر المشرق وقت العصر الذهبي. نعم. ويمكن وقتها يوصلوا للاضطهاد الداخلي اللي حضرتك حكيت عنه. أخوتي أنا بدي أشكرك أبونا بالأول، شكراً لك على الحلقة الشيقة. أخوتي نحن حلقتنا انتهت لليوم، سلام الرب يسوع وين ما كنتوا عم تسمعونا، وإلى اللقاء بحلقة جديدة.